بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. لا نزال في أجواء سورة يوسف، ونحن نريد أن نتوقف قليلا أمام هذا النبي وصبره في مختلف مواقع الحياة التي تتنوع ضغوطها وتتنوع مشاكلها، لأن قضية الصبر في حياة كل واحد منا قضية نسبية غالبا، فقد نصبر على الحرمان في جانب وقد لا نصبر عليه في جانب آخر. بعضنا قد يصبر على الجوع ولكنه لا يصبر على العطش، ربما يصبر على الضغط العائلي من أقربائه ولكنه لا يصبر على ضغط الشهوة في جسده. بعضنا قد يصبر على ضغط بعض المشاكل في حياته ولكنه لا يصبر على ضغط السجن. وربما نجد أن بعضنا لا يصبر على مستلزمات أو على نتائج الجاه والسلطة، فربما كان بعضنا مطيعاً لله في عباداته ومطيعاً لله في طعامه وشرابه ولكنه لا يطيع الله في جاهه وفي سلطته، فقد يكون في حالات السلطة وفي حالات الجاه إنساناً غير صابر، بمعنى أنه قد يظلم الناس عندما يكون ذا قوة وسيطرة بعد أن كان إنساناً طيباً قبل ذلك. قد يظلم الناس، قد يسرق أموال الناس عندما تكون بين يديه في الوقت الذي قد يكون فيه في غير هذه الحالة إنساناً أميناً. لذلك الصبر يمثل تماسك الإنسان أمام الضغوط وأمام المشاكل وأمام المغريات وأمام المخوفات في حال الرخاء وفي حال الشدة، في حال السلطة التي هي حالة قوة وفي حال الضعف. عندما ندرس شخصية يوسف في كل المراحل التي قصها علينا القرآن الكريم، نجد أن هذا الرجل كان الصابر في جميع مراحل حياته. في البداية عاش في الأجواء العائلية
مع أبيه ومع إخوته، وكان إخوته يحسدونه، وكان إخوته يحاولون إيذاءه والبغي عليه من خلال الحسد، كما يحصل في كل عائلة يحسد فيها الأخوة أخاهم الذي قد يكون مميزاً عند أبيه أو عند أمه، فيحاولون الإيقاع به والإضرار به وإيذاءه بطريقة وبأخرى. ولاحظنا أنه لم ينقل لنا في تاريخ يوسف عليه السلام في صباه أنه تأفف أو أنه توجع أو أنه مارس أي عمل سلبي ضد إخوته وهو في بيت أبيه، حتى إذا تآمر عليه إخوته وقرروا أن يلقوه في غيابات الجب، لم ينقل لنا القرآن أي عمل سلبي فيما يكون من الطبيعي أن يقوم به الإنسان. تصور نفسك أنت وإخوتك، تصور نفسك أن إخوتك يريدون أن يلقوك في بئر عميقة، حتى لو كنت طفلاً صغيراً، إنك تتوجع، إنك تصرخ، إنك تحاول الهرب منهم، إنك تحاول الإفلات من أيديهم. القصة القرآنية لم تنقل لنا أي عمل سلبي من يوسف في هذا المجال. ألقي في غيابة الجب، ثم عندما جاء السيارة القافلة واكتشفوه عندما أدلوا دلوهم ووضع نفسه في الدلو وأخذه هؤلاء واستعبدوه، صبر على العبودية، عبودية الأسر لجماعة اعتبروه بضاعة وأسروه بضاعة ليبيعوه كما يبيع الإنسان أية بضاعة يتقاذفها الناس، وصبر على ذل الأسر وعلى ذل الاسترقاق، وصبر على الوضع الذي كان فيه عندما باعوه كما تباع أي بضاعة، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، يعني مش مرغوب لأنه ما كان قوي، ما يستطيع على أن يستفيدوا منه في العمل وفي حمل الأثقال وما إلى ذلك. ثم عندما اشتراه عزيز مصر ودخل، تعرض إلى وضع جديد وهو الصبر على الشهوة والصبر على إلحاح الشهوة وعلى صراخ الغريزة كشاب في أول شبابه. الشهوات تتفجر في طبيعة جسده، ولم يكن قد عاش أي تجربة سابقة، كانت هذه التجربة هي أول تجربة له، ومن الطبيعي أن ينجذب إليها انجذاباً طبيعياً ما دامت المعصية تقدم إليه على طبق من ذهب. فهذه امرأة العزيز تراوده عن نفسه، فهو عندما يستجيب لها يجد عندها الشهوة ويجد عندها المقام الرفيع عندما يصبح عشيقها وهو في بيتها، فإنها ستعطيه الكثير مما يرغب فيه الشباب. ولكنه عندما واجه المسألة رأى برهان ربه وانفتح على إيمانه وقال معاذ الله، استعاذ بالله، إنه ربي أحسن مأوى مثواي، استعاذ بالله من جهة، وذكرها بإحسان سيده من جهة أخرى، وامتنع وضغطت عليه وبقيت تضغط عليه، وبدأ الناس يتناقلون ذلك،
وجمعت نسوة المدينة حتى تبرئ نفسها، وكان الضغط ضغط امرأة واحدة، فأصبح الضغط ضغط نسوة المدينة التي جمعتهن عندها في بيتها. وعندما راودنه عن نفسه، ولذلك يعني مما يدلنا على أن المراودة في الحال لم تكن هذا، لأنه موسى يوسف عليه السلام عندما دعا ربه قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أنا طاقتي بعد ما تتحمل على المقاومة، وإلا تصرف عني ربي إن السجن ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن بالسجن بأي طريقة أصب إليهن، لأني أنا الضغط الذي وصلت إليه في مقاومتي لشهواتي ولغريزتي ولكل الضغط الذي يتوجه إلي، بعد وصلت إلى الدرجة التي إذا لم يأتني المدد منك، أو إذا لم تجعل لي مخرجاً من هذا بالسجن، لأنه أنا ما أقدر بعد أتحمل، أصب إليهن، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وهكذا الله خلصه، وهي عندما هددت لما شافت أيضاً، هو عندما تمرد على النسوة عليها وعلى النسوة من جديد، وصبر صبر الأحرار المؤمنين الأتقياء، وعند ذلك هددته أنه لئن لم يفعل ما أمرا لا يسجنا، وسجنته. دخل السجن شخص كان يعيش في الرخاء، في الغنى، في الثروة، في الشهوات، في كل هذا الجو، وإذا به يدخل السجن ذليلا صاغرا. هنا يصور الإنسان نفسه كان في أوسع مجال للحرية، حرية الحركة وحرية الشهوة وحرية المال وما إلى ذلك، وإذا فجأة يدخل السجن. طبعا هنا أيضا ضغط السجن هو ضغط يتناول حالة الإنسان النفسية كما يتناول حالة الإنسان الجسدية عندما يمنعه. هنا صبر على السجن واعتبر السجن فرصة طيبة منفتحة على طاعة الله وعلى دعوة إلى الله، بعدما استطاع أن يجد فيه الملاذ والمهرب من معصية الله. هنا لم يسقط تحت تأثير السجن، ضغط السجن، بل رأى أن السجن يمكن أن يكون مجالاً للدعوة إلى الله، ورأى شخصين في السجن، وبدأ: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يا صاحبي السجن. وإذا تحول يوسف عليه السلام إلى إنسان يجد في السجن مبتغاه وغايته في الدعوة إلى الله، وعمل على أن يهدي هذين الشخصين إلى التوحيد الله بعد أن كانا مشركين، واستفاد من معرفته بتأويل الأحاديث وتأويل الأحلام في سبيل التأثير عليهم، صبر في السجن أيضا. ثم بعد ذلك عندما رأى الملك ذلك المنام المعروف وطلب من يفسره له، وقال له أصحابه: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هنا ذكر أحدهما الذي نجا، لأن واحد قتل، هذا الذي كانت الطير تأكل من رأسه، خلى شاف منام هذا، فالآخر الذي هو ساقي الملك، فذكر أن هناك شخص في السجن يعرف، بعث قال له أنه في شخص في السجن يعرف تأويل أحاديث، واستطاع هو على أنه يفسر لنا المنامين، وصاحبي قتل، أنت قتلته وصلبته، أما أنا فصرت أنا أسقيك ساقيك هذا، فهو صدق في تأويله، ولذلك اذهب. هذا ذهب إليه، ومع ذلك يوسف ما فقد تماسكه. عادة واحد أسأل الآن أي واحد من عندنا مثلا يكون في سجن ضاغط ووحده، بعد ما خرج صاحب السجن ظاهر بقى وحده، يعني في ليس معه أحد،
ويأتي إليه يقول الملك يستدعيك من أجل الملك حتى يعمل لك كذا. لا أبدا، أنا ما مستعد بعد ما فستر المنام، أنا ما مستعد أخرج من السجن إلا وأنا من شخص وأنا بريء تمام البراءة من التهمة. أنا مو مستعد أتحمل مسؤولية إدارة الشؤون المالية وهناك لغط في المجتمع عن علاقتي بامرأة العزيز أو عن علاقتي بالنسوة، لأني أنا عندما أتحمل مسؤولية يجب أن يكون سمعتي سمعة طاهرة بريئة من جميع الحكم. ولذلك كان متماسك صبر حتى بعث العزيز مصر على النسوة وعلى امرأة العزيز، على تلك المرأة أيضا التي راودته عن نفسه، وأعلن براءته. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أنه ما هذا، وأعلنت على رؤوس الأشهاد. عند ذلك جاء قال اجعلني على خزائن الأرض، أنا مستعد أحلل لك المشكلة الاقتصادية. وصار يوسف عليه السلام صار هو الحاكم الاقتصادي لمصر، يعني بحيث كانت كل الثروة كان هو تولى تنظيم الثروة هناك. شخص لا عايش تجربة اقتصادية أيضا فيما يبدو من وضع يعقوب، وكما يلاحظ لما جاءوا بعث أولاده حتى يأتوا إليه مثلا بالقمح وكذا، أيضا فيما يبدو أن يعقوب وكذا فقراء كانوا ما عندهم شيء هذا، وإذا فجأة الخزائن مصر كلها تكون بين يدي يوسف. وأي شخص عاش في قلب الفقر وفي قلب الحرمان وعاش هالعذاب وهالمشاكل الأسر والاسترقاق والسجن والضغط هذا، وإذا هو يصير ملك مصر طبيعة الحال يفقد توازنه. مع ذلك يوسف عليه السلام لم يفقد توازنه وأدار المسألة إدارة أمينة دقيقة حكيمة. وحتى عندما جاء إليه إخوته التصرف الذي تصرفه مع إخوته كان تصرف دقيق وحكيم وذكي ولبق. ثم لاحظ أن يوسف لم يفقد تواضعه هذا، ولذا في آخر التجربة عندما جاء إليه أبواه ورفعهما على العرش وخرى له سجدا تحية له مع إخوته، بعد ذلك لاحظ أنه لم يفقد روحيته ولم يفقد تواضعه، بل كان الإنسان الصابر على نفسه. ولذلك كان كلامه مع بعد أن تكلم مع أبويه ومع إخوته عند ذلك قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا. تطلع في نهاية المطاف إلى كل هذه المرحلة التي مرت في حياته، فاعتبر أن الله رعاه بولايته في الدنيا. ولذلك فإنه يؤكد كولاية الله عليه في الآخرة، ثم يختم طلبه من الله سبحانه وتعالى بأن يتوفاه الله مسلما وأن يلحقه بالصالحين. يا ربي لقد حصلت على كل شيء ونقلتني إلى أوسع الآفاق وأعطيتني من الملك ما لم تعطه لأحد من أهلي، ولكن كل طموحي يا رب يا ولي في الدنيا وفي الآخرة كل طموحي هو أن تكون النهاية في خطك، توفني مسلما وألحقني من الصالحين وألحقني بالصالحين. هذه هي يعني أمنية يوسف المسلم، أمنية يوسف المؤمن، أمنية يوسف المنفتح على الله، وتلك هي سر شخصيته. يعني وهذا هو الدرس الذي إحنا نحتاج أن نتعلمه من يوسف عليه السلام. عندما نقرأ سورة يوسف علينا أن نتعلم هذا الدرس، وهو أنه كان الإنسان الصابر في مختلف الضغوط، الصابر على عداوة إخوته وحسدهم، الصابر على
ما لاقاه من الأسر والقهر والاستعباد. الصابر على شهوته فلم تستطع شهوته أن تسيطر عليه. الصابر على ما لاقاه من السجن. الصابر على السلطة بحيث أن السلطة لم تطغه ولم تجعله في خط الانحراف. بقي هو الإنسان الذي عاش الإيمان في بيت أبيه، بقي هو الإنسان وهو يسيطر على خزائن مصر. وهذا هو ما يريد القرآن أن يقدمه كدرس للنبي صلى الله عليه وآله عندما كان يعيش المشاكل الصعبة في مكة، لأن سورة يوسف هي سورة مكية نزلت على النبي وهو في مكة، وهو يعيش المشاكل الكثيرة التي كانت تتحداه في دعوته. ولهذا هي السورة الإنسان الصابر، السورة التي تعطي الإنسان دروس الصبر، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على البلاء في كل ما يبتلى به الإنسان. وقد استشهد الإمام الصادق عليه السلام بقصة يوسف عندما تحدث عن الحرية وعن والربط بين الحرية وبين الصبر. هذه الكلمة المعروفة التي يرويها صاحب الكافي في الجزء الأول الجزء الثاني من الكافي عندما يقول: إن الحر حر في جميع أحواله، إن نابته نائبة صبر لها، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره ولم تقهره، وإن استعبد وأسر وقهر. كما كان من يوسف الصديق فإنه لم يضرر حريته أن استعبد وأسر، فصير الله له الجبار العاتي عبدا ورحم به أمة من خلال صبره. فوطنوا، يقول الإمام الصادق، فوطنوا على أنفسكم على الصبر تؤجروا، أن تصبروا في حالات الإغراء، أن تصبروا أمام الضغوط، أن تصبروا أمام المشاكل، أن تصبروا أمام البلاء، أن تصبروا أمام المصيبة، حتى ينطلق الإنسان على أساس الإرادة القوية الصامدة التي تتحرك في خط العزيمة. إن الصبر من عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. وهذا هو درس سورة يوسف عليه السلام، وهذا هو ما يجب أن نستوحيه منها عندما نتلو هذه السورة في أي وقت من الأوقات، لأن علينا أن نعي أهداف السورة وأن نعي شخصيات الأنبياء التي حدثنا الله عنها في القرآن، بحيث ندرس شخصياتهم من الداخل وشخصياتهم في كل حركة الدعوة وفي كل حركة الجهاد وفي كل حركة الطاعة لله سبحانه وتعالى. وسنحاول في الأسبوع القادم إن شاء الله أن نبدأ تفسير السورة بعد أن عشنا جولة في أكثر من جانب من جوانب السورة، والحمد لله رب العالمين.